يمكن دانا هنتكلم أكتر عن الفعاليات خلال الأسابيع اللي جاية وتقييم عام عن الأسابيع اللي فاتت والأيام القليلة اللي فاتت. وكالعادة بينضم لينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، برحب بيك معانا دايما في برنامج مهرجان العالم عالمين، وخلينا نتابع معاك تقييمك للأيام القليلة اللي فاتت، الويك إند اللي فات، يعني أهم الفعاليات اللي لفتت انتباهك فيه والمنتظر خلال الأيام اللي جاية من العالم عالمين. أهلا بيك يا هشام وأهلا بدانا. بص يا هشام، الأسبوع اللي فات طبعا كان الأسبوع الأسخن في المهرجان، طبعا تابعنا كم الجمهور والعدد غير العادي اللي كان موجود في العالمين علشان حفلة الهضبة عمرو دياب، والعدد طبعا عدد كبير جدا جدا من العرب موجودين، عدد كبير جدا بالعشرات الآلاف من المصريين خلال الويك إند اللي فات. الرقم كان خرافي لدرجة انه يعني الناس كان خلاص ما بقتش عارفة تدخل او تخرج من العالمين بسبب الزحام الشديد من الحضور. صورة تخض بصراحة، يعني صورة الجمهور هناك تخض بشكل غير عادي. طبعا عمرو دياب نجم نجوم الوطن العربي كله رقم واحد يعني، بس محدش كان متوقع خالص كم العدد ده اللي جوه الحفلة واللي بره الحفلة كمان، اللي بره الحفلة رقم خرافي. فده طبعا كذا ويك اند ناجح خلال من بداية المهرجان، من اول لقاء مدحت صالح وحفلة منير الكينج طبعا، لكن طبعا مع كل اسبوع العدد بيزيد في العالمين والجمهور بيزيد، الكلام على المهرجان عربيا وعالميا بيزيد، والكلام والتفاصيل الكتير جوه المهرجان كتير قوي قوي. صحيح استاذ مصطفى، يعني انا عايزه حضرتك بتتكلم انه مساله التنوع حتى في الفنانين، وحضرتك بتقول انه الاقبال الكبير جدا كان يخض، هو فعلا عند حضرتك حق. يمكن انا موجوده في مدينه العالمين، هو يخض بشكل مبهر وبشكل يدعو للفخر والاعتزاز والامتنان للدور الكبير والجهد الكبير اللي قامت بيه الدوله المصريه في هذا الانجاز العمراني الحقيقي. مساله انه هناك اكثر من 300 فعاليه، هناك اختيار لاكثر من 30 نجم سواء كان من الدوله مصرية من الوطن العربي، الحقيقة انه حضرتك ازاي شايف ده بيروج للسياحة المصرية في الدولة المصرية والاماكن السياحية والساحلية ايضا ده داخل مصر من ناحية، ومن ناحية تانية بيسلط الضوء بيركز على التنمية العمرانية اللي وصلته الدولة المصرية في هذه المدينة الاحلى والاقوى، هي مدينة العالمين الجديدة. بص يا دالة، بشكل واضح انا عندي مجتمع عمراني جديد لازم اعمل له دعايه، الدعايه دي تبقى بشكل عادي من خلال اعلانات ومن خلال اعلانات المطورين العقاريين ومش عارف ايه، ودعايه مبتكره من خلال فعاليات فنيه، فعاليات رياضيه، فعاليات ترفيهيه. فاحنا استخدمنا شكل الدعايه المبتكر اللي هو الشكل اللي بيدي رواج اكتر وبيدي بيعبر عن روح المكان اكتر. المكان ده طول الوقت معروف لدى العالم كله على انه المقبره، اكبر مقبره الغام في العالم، ومعركه الشهيره اللي هي حتى الان الناس رغم انتهاء الحرب العالميه من 1945 ولكن الناس كلها كانت بتتكلم على روميل وحربه مع مونتجومري في صحراء العالمين. النهارده بنتكلم على تم تطهير المنطقة دي بالكامل، تم تحويلها إلى منطقة سياحية نقدر نقول عالمية. حتى الآن ما جرى في العالمين هو أقل من 20% من المتطلع إليه من المنطقة بالكامل. مش هقدر أقول النهاردة إن إحنا مصر بتتكلم على العالمين الجديدة بس، لا، مصر بتتكلم على من بداية الساحل الشمالي للحدود الغربية، هي العالمين منارة الساحل لكن التطوير هيشمل كل المنطقة دي والجزء الخلفي ليها كمان اللي هو جزء منه الدلتا الجديدة، جزء منه المناطق التطوير اللي حاصل جوه واحة الجارة وواحة سيوة وغيرها من المناطق الجنوب المتوسط، يعني اللي بقى بعد عن البحر شوية بجنوب الساحل.
طبعا فعليا. يعني هتبقى خطة صحيح. كبيرة جدا وواعدة للتطوير في كل هذه المنطقة اللي ملهاش مثيل الحقيقة في العالم كله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني مصطفى الكيلاني، شكرا جزيلا على وجودك معنا دايما في العالم عالمين.